أحسن الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة حاضت في وقت الصلاة أي بعد دخول الوقت، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ امرأة حاضت في وقت الصلاة، تقول أي بعد دخول الوقت، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ لا، في أول الوقت لا، إنما لو طهرت في آخر الوقت، لو طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية كآخر وقت العشاء، طهرت في آخر وقت العشاء قبيل طلوع الفجر، فإنها تصلي تقضي تصلي المغرب والعشاء، أو طهرت في آخر وقت العصر قبيل غروب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر. نعم.